الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. قال كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، مو بنت النبي، النبي يحتاج للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب له وجه استنباط بديع في رسالة بعثها إلى بعض أصحابه، قال انظر إلى قول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبه، قالها له في سورة مدنية وهو قد دعا إلى التوحيد 13 سنة في مكة. شوف الآن 13 سنة وش يسوي في مكة؟ يدعو إلى التوحيد، يعني علم بالتوحيد واعتقاد معناه وعمل به ودعوة إليه. وفي المدينة أنزل عليه سورة محمد وفيها فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت ما تحتاج إلى تذكيرك بهذا وتنبيهك بهذا مرة بعد مرة بعد مرة. ولذلك الناس الذين يتفوهون بمثل هذه الكلمات التوحيد فهمناه والناس كلها تعرف التوحيد والبلد على خير إلى آخر هذه الكلمات، أنتم ما أنكم بخير من محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة يدعو إلى التوحيد ويعمل به ويعتقد معناه ينزل عليه فاعلم ولا فاعلم؟ فاعلم، تنبيه له هو ولغيره بعده أنه لا إله إلا الله، هذا يدلك على الحاجة إلى التوحيد أنك مرة بعد مرة. ولذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كلام الله وهذه المسائل من مسائل التوحيد ليست من جنس الكلام اللي للمطاوعة فقط، بل هذا يحتاجه الناس جميعا، الناس كلهم يحتاجون للتوحيد، وأنك تكرر عليهم مرة بعد مرة بعد مرة حتى يثبت في قلبك أنت ويثبت في قلوب الناس. كيف طالب علم ما يعلم الناس التوحيد؟ تجده يدرس فقه ويدرس حديث ويدرس كذا ويدرس كذا وليس له درس في التوحيد، لا، علم التوحيد. وحتى دروسك تلك التي تدرس فيها تلك العلوم الأخرى اجعلها سبيلا إلى تعليم الناس التوحيد، كرر هذه المسائل على الناس حتى لا ينتشر الشرك فيهم. يا إخوان، قبل سنوات أحد المشايخ يذكر رأى بيت جديد وإنسان يذبح خروفين أسودين عند الباب، وسأله نزل وسأله قال هذا، قالوا لنا بعض المشايخ أن هذه تطرد الجن عن البيت الجديد إن شاء الله. فالناس يحتاجون تكرير هذا مرة بعد مرة بعد مرة، وأيضا يحتاجون إلى تعليمهم بالطريقة التي تنفعهم، ما تجي للعوام وتهون التوحيد وتهون الشرك تقعد تفصل للعوام وتقول لهم إن كنتوا تقصدون كذا فهو شرك أكبر وإن كنتوا تقصدون هذا فهو شرك أصغر، يقولون مباشرة لا لا إحنا، يقولون لك إيش الشرك الأصغر هذا يعني يخرج من الإسلام، تقول لهم لا، يقول خلاص أجل الحمد لله إحنا ما نقصد هذا. الإنسان ما يهون الأمور هذه عند الناس، لا يعظمها عليهم ويجعلها ثقيلة عليهم حتى لا يتسلل الشرك إلى قلوبهم. نعم هذا تفصل في مجالس العلم حتى طلاب العلم يعرفون الأحكام اللي يعاملون بها من الناس. نعم.